الرئيس السيسي يستعرض نشاط صندوق تحيا مصر ويوجه باستمرار مساهمته لدعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. خلال جولته في محافظة شمال سيناء، مدبولي يؤكد على وجود توجيهات رئاسية لتنمية المحافظة من خلال مسار تنموي متكامل. انفجارات تهز كييف وقصف للبنى التحتية الرئيسية وشكوك حول مصير سوليدار. أخبار الرابع عصرا على شاشة النيل، هذه تحياتي، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صندوق تحيا مصر في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه في إطار الشراكة المثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال استعراض الرئيس السيسي لنشاط صندوق تحيا مصر ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، الذي أكد الدور المحوري الذي يقوم به صندوق تحيا مصر منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية كانت تعمل على مسار تنمية سيناء بالتوازي مع تطهيرها من الإرهاب. وخلال زيارته التفقدية للمشروعات القومية في شمال سيناء، أشار مدبولي إلى أن مدينة رفح الجديدة تشمل 10,000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 400 بيت بدوي. يعني رسالة واضحة جدا، الدولة المصرية الحمد لله على مدار الفترة السابقة بكل أجهزتها يعني عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب، وأيضا في نفس الوقت كنا بنشتغل على مشروعات التنمية. الحقيقة يمكن احنا بداية النهاردة الجولة كانت في مدينة رفح الجديدة، واللي هي بتنشأ كيعني بديل لمدينة رفح القديمة اللي كانت موجودة. النهاردة مدينة رفح الجديدة مع اكتمال انشائها هيبقى فيها اكتر من 10,000 وحدة سكنية بالاضافة الى 400 بيت بدوي، وكل الخدمات اللي المفروض تبقى موجودة في اي مدينة حديثة ان شاء الله تبقى موجودة. الحقيقة اللي احنا تفقدناه النهاردة الجزء الاول من المرحلة الاولى، المرحلة الاولى المفروض يبقى فيها 4,500 وحدة، النهاردة شفنا حوالي 1,400 وحدة منهم بالفعل انتهوا واكتملوا بالكامل وجاري انهاء المرحلة الاولى. دي كانت البداية الحقيقة كمدينة رفح الجديدة اللي الحقيقة متخططة ومنفذة من خلال رجال القوات المسلحة، الهيئة الهندسية والجيش التاني، الحقيقة على أعلى مستوى، وبتتنفذ هذه المدينة إن شاء الله لخدمة كل المواطنين المصريين اللي هيبقوا موجودين في رفح الجديدة. هذا وقد أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها توجيهات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية سيناء ليكون هناك مسار تنموي ومتطور ومتكامل يشمل مدنها وقراها ويتسق مع المكانة الفريدة لها. جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها مدبولي في محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، يرافقه عدد من الوزراء. واستهل مدبولي جولته بتفقد مشروع إنشاء مدينة رفح الجديدة التي تقام على مساحة تقدر بأكثر من 535 فدانا على الطريق الدولي للعريش، وتحتوي على 626 عمارة سكنية بإجمالية أكثر من 10,000 وحدة سكنية. هذا وتوجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء والمسؤولون المرافقون له إلى مدينة الشيخ زويد لتفقد محطة محولات كهرباء الشلاق بالشيخ زويد، وذلك عقب تفقده مدينة رفح الجديدة. وخلال زيارته للمحطة استمع رئيس الوزراء لشرح من وزير الكهرباء محمد شاكر حول مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة في شمال سيناء، حيث أشار الوزير إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد من مشروعات الكهرباء في سيناء للوصول بكمية الكهرباء المنتجة إلى 700 ميجاوات.
وتفقد رئيس الوزراء خلال رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه في إطار زيارته لمحافظة شمال سيناء جامعة العريش للوقوف على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بها. وأكد محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة انتظام الدراسة وعودة الحياة إلى طبيعتها، موضحا أن قرار إنشاء الجامعة يعد بمثابة رسالة للداخل والخارج على تمتع سيناء بالأمن والاستقرار والأمان. من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور حسن الدمرداش إن عدد الطلاب داخل الجامعة يبلغ حاليا 7292 طالبا وطالبة وتضم 11 كلية. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السيد حسن أبو خزي محرر شؤون مجلس الوزراء بيروز اليوسف. سيد حسن، يعني بعد التحية، هل لك أن ترصد أبرز المحطات التي قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم في محافظة شمال سيناء وقيمة وأهمية هذه الزيارة برأيك؟ يعني أهمية هذه الزيارة طبعا زيارة مهمة لرئيس مجلس الوزراء، ويمكن حوالي 7 من الوزراء بالإضافة طبعا محافظ شمال سيناء هي هذه البقعة الغالية من أرض الفيروز شمال سيناء. ده بيأكد على اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بتنمية يعني سيناء بالكامل. إذا كنت حضرتك يعني بتواجه الإرهاب، ولكن هناك خط موازي للآخر وعملية التنمية، وجود عدد كبير من الخدمات التنموية لأهالينا في سيناء. رئيس مجلس الوزراء قال ان هذه الزياره بتاتي في اطار طبعا متابعه المشروعات التنمويه ليس في سيناء فقط ولكن في كل الميادين والمحافظات المختلفه، ولكن هذه البقعه الغاليه على الدوله المصريه اللي هو ضحى يعني عدد كبير من القوات المسلحه والشرطه المصريه وكذلك المدنيين من اجل وجود هذه الزياره، من اجل وجود تنميه حقيقيه، من اجل وجود الامن والامان اللي هو بيلاقيه طبعا اهالينا المحترمين في سيناء. كذلك عملية التنمية وما ذلك وجود مثل هذه الجامعة، لما إن شاء الله العام المقبل هيتم طبعا تخريج دفعة يعني من كلية الطب البيطري، وكذلك هذا العام هناك 150 طالب في كلية الطب البشري، 11 كلية في جامعة العريش، كذلك المحكمة الابتدائية الجزئية في شمال سيناء. احنا عارفين هذه المحكمة تضررت من الارهاب خلال الفترة الماضية، ولكن بداية من يوم 28 من هذا الشهر عودة العمل في هذه المحكمة، بالاضافة طبعا للنيابات الموجودة فيها القسم الاول والثاني. كذلك بالنسبة للامور الاخرى، بالنسبة للبنية التحتية لمحطات تحلية المياه، والدولة المصرية طبعا مستهدفة يعني ان هي بتزود عملية محطات تحلية المياه، كذلك يعني عدد كبير من الزيارات اللي هو تفقدها رئيس مجلس الوزراء، وكذلك محطات الكهرباء وانشاء وحدتين غازيتين طبعا بالعريش، ومحطه محولات كهرباء بحي المسعيد. كذلك كان هناك يعني جانب اخر وهو زياره وتفقد طبعا الاسكان التعاوني في العريش اللي هو تم انشاؤه على مدار عدد كبير من السنوات الماضيه، ولكن حدث هناك تهالك في البنيه التحتيه في العمارات السكنيه. الدوله المصريه اعاده الاعمار في هذه المنطقه دون تحميل اعباء اضافيه على المواطنين. رئيس مجلس الوزراء المح الى عمليه الافراج الجمركي اللي هي بدات بدايه من ديسمبر الماضي وحتى يوم 10 يناير الجاري، بحوالي تم الافراج لا يقل عن 8.5 يعني مليار دولار في يوم الخميس والاربعاء الماضيين. تم الافراج لا يقل عن 645 مليون دولار من البضائع. ده بيأكد اهتمام الدولة المصرية بالسوق حتى يتم طبعا تخفيض الاسعار على المواطن. نعم، جزيل الشكر للسيد حسن ابو خزيم المتابع لشؤون مجلس الوزراء بروز اليوسف، شكرا جزيلا لك. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء محكمة شمال سيناء الابتدائية في مدينة العريش قبل أيام من عودة انتظام العمل بها. يأتي قرار عودة انتظام العمل في المحكمة تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الحياة الطبيعية في المحافظة. وجاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة أجراها مدبولي في محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية يرافقه خلالها عدد من الوزراء.
وتفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء اليوم أيضا أعمال تطوير ميناء العريش البحري، كما تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في الميناء. واستهل جولته أكد خلال هذه الجولة على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للميناء باعتباره أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظرا لموقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط. وقال رئيس الوزراء إن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء العريش تأتي في ضوء تكلفات الرئيس الجمهورية وفي إطار استراتيجية تطوير الموانئ المصرية. كما تفقد أيضا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مستشفى العريش العام. وخلال جولته استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان حول جهود الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي سيناء، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء. وحول الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مستشفى العريش العام أشار الدكتور عبد الغفار إلى أنها مقسمة إلى 4 مراحل تشمل تطوير المبنى والخدمات الصحية المزود بها. وفي إطار زيارته إلى محافظة شمال سيناء تفقد كذلك أعمال تطوير وحدات الإسكان التعاوني بحي المسعيد بمدينة العريش. وخلال جولتها أوضح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن عمارات الإسكان التعاوني في المسعيد تضم 105 عمارات تابعة للهيئة العامة للتعاونيات بإجمالي 2337 وحدة سكنية. وأضاف الجزار أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة تلك الوحدات من خلال أعمال ترميم وإعادة إنشاء بالكامل، وتم تسليمها لأصحابها بدون تحميلهم أي تكلفة مادية، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية بلغت أكثر من 440 مليون جنيه. كما تابع رئيس مجلس الوزراء ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الكهرباء في المحافظة، وتفقد مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش وكذا محطة محولات كهرباء بحي المسعيد. يستهدف المشروع تحويل الوحدات الغازية التي تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى محطة العريش للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية بدون استهلاك وقود إضافي، وذلك في إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بمختلف قطاعاتها، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء في إطار الاستراتيجية القومية لتنمية المحافظة. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر عناصر القوات المسلحة المتواجدة في شمال سيناء، كما زار مواقع عدد من المشروعات التنموية التي تشرف عليها القوات المسلحة. في إطار المتابعة الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الأمنية ومظاهر الحياة الآمنة بشمال سيناء، تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من المشروعات التنموية التي تشرف القوات المسلحة على تنفيذها، والتقى بعدد من المهندسين والعمال المشرفين على المشروعات مشيدا بمعدلات الأداء التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، كما التقى بعدد من شيوخ وعواقل وأهالي سيناء مشيرا إلى أنهم يمثلون خط الدفاع الأول يدا بيد مع قواتهم المسلحة لصون مقدرات الوطن. وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التأمين على خط الحدود الشمالية الشرقية ومعبر رفح البري، واطمأن على سير العمل وإجراءات التأمين المتخذة أعقبها المرور على عدد من الكمائن والنقاط الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية بمدن وقرى شمال سيناء، كما شاهد إحدى عمليات التفتيش والتمشيط بالقرى التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بواسطة عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء، وقام بجولة تفقدية بمدينة الشيخ زويد التقى خلالها بعناصر وزارة الداخلية وأشاد بجهودهم في الحفاظ على الحالة الأمنية المستقرة، كما التقى برئيس مجلس المدينة الذي عبر عن تقديره لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن. تلاها القيام بجولة تفقدية بشوارع وأسواق مدينة العريش، واطمأن على عودة كافة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في ظل المناخ الآمن الذي أصبحت تنعم به شمال سيناء، كما التقى بعناصر قطاع تأمين شمال سيناء وأوصاهم بالحفاظ على مكتسبات ما تم الوصول إليه من حالة أمنية مستقرة، وأشاد بالروح المعنوية العالية لأبطال القوات المسلحة
ومدى ما يتمتعون به من إرادة حقيقية للتضحية بكل غال ونفيس من أجل حماية الوطن. كما نقل الفريق أسامة عسكر تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني لما يبذلونه من جهود وتضحيات مكنت من استعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار والتنمية الشاملة بسيناء والحفاظ على إنجازات ومقدرات الوطن. انطلقت اليوم في أبو ظبي أعمال الدورة السنوية السابعة لمنتدى الطاقة العالمي ضمن فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. ويهدف المنتدى لصياغة أجندة للطاقة العالمية ويركز على تحديات إدارة أولويات أمن الطاقة والجهود المبذولة للتخلص من الانبعاثات الكربونية. يحظى المنتدى هذا العام بأهمية خاصة حيث تشغل القضايا الحرجة المتعلقة باستراتيجيات المناخ والطاقة صدارة الاهتمام خلال الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري. يجري وزير الخارجية سامح شكري غدا الأحد مباحثات مع وزير الخارجية الصيني تشين كونغ الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. يبحث شكري ونظيره الصيني خلال اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة وبكين وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات. استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل بلدة جبع بجنوب جنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على السيارة التي كان يستقلها الشهيدان عند مفرق جبع ولاحقتهما حتى قرية الفندقومية المجاورة وأطلقت النار باتجاههما مجددا وهو ما أدى إلى استشهادهما. إلى العراق حيث أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم القبض على المسؤولة الثانية في ديوان الحزبة لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك. وأوضحت الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان أنه تم نصب كمين محكم في إحدى المناطق التابعة لقضاء الحويجة أسفر عن إلقاء القبض على إرهابية كانت إحدى المسؤولات فيما يسمى بديوان الحزبة لعناصر داعش الإرهابي. كانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت صباح اليوم عن وصول وفد أمني رفيع المستوى لمحافظة كركوك لتفقد القوات الأمنية وتأمين متطلبات الاستعداد القتالي. أعلنت في العاصمة التونسية تونس تم إعلان وتوصيات المؤتمر الثاني للإعلام العربي، كذلك في ختام فعاليات المؤتمر الذي عقد تحت عنوان الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا بمشاركة عدد من وزراء العرب وكبار المسؤولين. سيكون من الأساسي تحديد وفقا للمعايير الدولية البيانات الشخصية التي يمكن استغلالها التي لا يمكن استغلالها بأي شكل من الأشكال، وإجراءات الحصول على موافقة المستخدمين لاستغلال البيانات الشخصية غير الحساسة. تحديد الحقوق والواجبات بين الدول والشركات الرقمية كإلزام شركات التواصل الاجتماعي بوضع آلية شفافة وواضحة للكشف عن المبالغ المستخلصة من المستخدمين بكل دولة أسوة بعملية التحاسب الضريبي للشركات الخاصة غير الرقمية. إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتصريح عن آلية الحفاظ على أمن وسرية بيانات المستخدمين في أي دولة وإثبات عدم استخدامها بطريقة غير شرعية أو قانونية. التأكيد على الشفافية في التعامل مع رصد المحتوى المسيء وتعريفه بطريقة واضحة. أطلقت روسيا صواريخ على البنية التحتية الرئيسية في كييف ومناطق أخرى من أوكرانيا، ودعا رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو السكان للبقاء في الملاجئ. سماء كييف ملبدة ليست بالغيوم، إنما بدخان المعارك الطاحنة التي لا تبقي ولا تذر. صمت العاصمة الأوكرانية كسره انفجارات عدة،
وتحدث رئيس بلدية العاصمة عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحض السكان على البقاء في الملاجئ. في كييف أيضا أشار مسؤولون أوكرانيون بتواصل الهجمات الصاروخية الروسية مستهدفة منشآت بنى تحتية حيوية أساسية. وزارة الدفاع الأوكرانية أكدت على لسان نائبتها غانا مليار أن هذه المرحلة من الحرب صعبة، معترفة بهجوم الروسي مكثف جدا. من جهة أخرى أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبرو بتروفسك بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية قصفت منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالقذائف المدفعية الثقيلة مرتين متواصلتين. في المقابل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قوات الدفاع الأوكرانية تمكنت خلال 24 ساعة الماضية من صد هجمات روسية بالقرب من 14 بلدة ومدينة في إقليمي دونيتسك ولوهانسك، وشنت خلال اليوم الماضي 9 ضربات على مواقع روسية. وذكرت الهيئة أن القوات الروسية شنت خلال اليوم الماضي 15 غارة جوية و5 ضربات صاروخية، بما في ذلك 2 على البنية التحتية المدنية في دونيتسك. وعلى إثر المعارك المستعرة أعلن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده تسلمت أكثر من 300 ألف مولد كهربائي بقدرات مختلفة، وذلك خلال شهر ديسمبر من العام الماضي. وحصلت أوكرانيا على مولدات الطاقة من دول وشركات وجهات مانحة عدة خلال الأشهر الماضية لسد النقص الحاد في الكهرباء في جميع أنحاء البلاد. هذا وقد أعلن الجيش الروسي أنه استكمل بسط سيطرته على بلدة سوليدار في الشرق الأوكراني، وهو ما كان قد نفته كييف، والتي أكدت أن معارك طاحنة لا تزال تدور في هذه البلدة الصغيرة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان استكمل مساء 12 من يناير تحرير سوليدار، مشيرة لأهمية السيطرة على هذه البلدة في إطار مواصلة العمليات الهجومية الناجحة. وتسعى القوات الروسية منذ أشهر للسيطرة على هذه البلدة الواقعة على بعد 15 كيلومترا إلى جنوب غرب أوكرانيا. دعت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكرانية أمينة جباروف الأمم المتحدة لدعم خطة صيغة السلام الأوكرانية التي أطلقها الرئيس فلاديمير زيلينسكي. في المقابل أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزا أن نظام كييف يسوق لمبادرات سلام من أجل كسب الرأي العام الغربي. إلى الاجتماع لمجلس الأمن دعت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أمينة جباروف الأمم المتحدة إلى دعم خطط صياغة السلام الأوكرانية التي أطلقها الرئيس فولوديمير زيلينسكي. الخطة الأوكرانية للسلام تتكون من 10 نقاط وتهدف إلى ضمان الأمن في جميع الجوانب، الغذاء والطاقة النووية والطاقة والمناخ، ومنع تكرار العدوان في المستقبل. كما أعربت جباروف عن أسفها لأن روسيا لا تزال تشغل مقعد عضو دائم في مجلس الأمن، داعية إلى زيادة العقوبات على القطاعات الروسية ذات الأهمية. من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزا أن نظام كييف يسوق لمبادرات سلام من أجل كسب الرأي العام الغربي، الذي بات يطرح أسئلة ملحة حول مصير الأموال المقدمة لأوكرانيا. نيبيزا اعتبر أن نظام كييف غير جاد في تلك المبادرة، حيث إنه يخدم أهداف حلف الناتو على حساب الشعب الأوكراني، لافتا إلى أن العملية العسكرية الروسية ماضية حتى تحقيق أهدافها. أوكرانيا تلوح الآن بفكرة عقد قمة السلام، وهي بذلك توحي بأن روسيا هي التي تريد الحرب، ومن الواضح أن هذه الخطوة مجرد محاولة لكسب التعاطف بين الجمهور الغربي. أما مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد فقد أشارت إلى تزويد إيران لروسيا بالمئات من المسيرات، مشيرة إلى أن طهران تستعد حاليا إلى تزويد موسكو بصواريخ باليستية. وتتهم كييف وحلفائها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع لضرب أهداف مدنية وكذلك منشآت لإنتاج الطاقة في أوكرانيا. أدانت الصين بشدة البيان المشترك الصادر عن واشنطن وطوكيو عقب اجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي وصف الصين بأنها التحدي الاستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءهما. وقالت بكين أن بيان واشنطن وطوكيو عدو هجوما على الصين لا أساس له من الصحة،
وحثت الولايات المتحدة واليابان على التخلي عما أسمته بعقلية التحيز الأيديولوجي ومحاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. شرع النواب الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول إنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن مجموعة وثائق لا سيما مذكرات استخباراتية أو تبادلات مع حركة طالبان. واستنكر ماكول رفض إدارة بايدن مرارا طلبات التدقيق ومواصلة حجب المعلومات حول الانسحاب، محذرا من أن اللجنة لن تتردد في الانتقال إلى خطوات إلزامية. يأتي هذا ضمن مساعي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب محاسبة إدارة جو بايدن على الخطوة التي قام بها قبل عامين والتي وصفت بالفوضوية. تمثل قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل جو بايدن على ما يبدو عقبة في طريق الرئيس الأمريكي الذي يفكر في الترشح لولاية ثانية لعام 2024. وضغط الصحفيون خلال إحاطة للبيت الأبيض على الناطقة باسم كارين جان بيير للحصول على إجابات حول الطريقة التي تعامل بها فريق بايدن مع قضية العثور على الوثائق. وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جاير بولسونارو بشأن ما تردد عن دوره في تشجيع الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية التي انتهت باقتحام أنصاره المباني الحكومية في العاصمة برازيليا. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام بعد أخبار الاقتصاد. نتابع. بريطانيا تصف إعدام الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس علي أكبري بالمروع وتتوعد بالرد. وقادم ما لدينا الآن قراءة في أهم وآخر أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد بصحبة الزميلة حنان عاطف. إليك حنان. شكرا لك الكريمة. إذا مشاهدينا مستجدات عالم الاقتصاد وأهم ما فيه. الحكومة تنفي وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات للشهر الجاري. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، كما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المحصلة لهم من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، موضحة أنه لا علاقة بين عملية صرف المقررات التموينية وإرسال الرسائل النصية الخاصة بعملية الصرف، حيث إن الرسالة الخاصة بتفاصيل عملية صرف المقررات ترسل لمن قام بعملية تسجيل وتحديث رقم الهاتف المحمول دون التأثير على غير المسجلين لأرقام هواتفهم. نظمت إدارة البورصة المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل وآليات تطوير القدرات المهنية لمسؤولي علاقات المستثمرين بالبنوك، وذلك بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ومحمد الإتريبي رئيس اتحاد بنوك مصر. من جهته ثمن رئيس البورصة دور القطاع المصرفي في دعم وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى كفاءة وفاعلية القطاع في ضوء المؤشرات القوية التي يتسم بها، سواء المتعلقة بالكثافة المصرفية ومؤشرات كفاية رأس المال أو دوره في توظيف المدخرات وتمويل الاستثمارات المختلفة من خلال الإقراض. أكد عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيبدأ غدا التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان،
وكشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لها لعدد 20,044 وحدة سكنية في المدن الجديدة بمشروعات جنة ودار مصر وسكن مصر. وأوضحت الوزارة أنه سيبدأ غدا وحتى الخميس الموافق 16 من فبراير المقبل التسجيل بالموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بينما يبدأ حجز الوحدات من يوم الأحد الموافق 5 من مارس القادم، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز. ثمن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد الجهود المبذولة من البنك الأفريقي للتنمية لدعم تونس، مؤكدا أن البنك يعد شريكا استراتيجيا للدولة في مسارها الإصلاحي والتنموي. وأشار الوزير إلى إمكانية تقديم البنك المساعدة في إنجاز بعض الدراسات الاستراتيجية، ومنها الدراسة حول المنطقة الاقتصادية بالنفيضة، في حين أكد البنك الحرص على مواصلة دعم تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية. أكد وزير الكهرباء العراقي زياد علي أهمية مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع شركة سيمنز الألمانية، موضحا أنها ستساهم في النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية في بلاده. كان المستشار الألماني أولاف شولز قد أكد دعم بلاده لإنشاء بنى تحتية مستقرة لقطاع الكهرباء في العراق. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمستشار الألماني مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة الألمانية برلين. توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح بها قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 من يناير الحالي. وأضافت أن هذا الإجراء سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو. وفي خطاب إلى قادة الكونغرس حثت وزيرة الخزانة المشرعين على سرعة رفع سقف الدين بمجرد الوصول للحد الأقصى، حيث ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع واشنطن من التخلف عن التزاماتها. ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية في ديسمبر على نحو مفاجئ بعد انخفاضها على مدى 5 أشهر متتالية. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لزيادة تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، مما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض. وأعلنت وزارة العمل أن أسعار الواردات زادت بنسبة 4% الشهر الماضي بعد انخفاضها 7% في نوفمبر، بينما انخفضت أسعار الصادرات بنسبة 2.6% في ديسمبر، وهو سادس تراجع شهري لها على التوالي. أعلن رئيس الوزراء السويدي أوليف كريستارسون أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحسين القدرة التنافسية على المدى الطويل، وليس فقط تقديم الدعم للشركات في قطاع التكنولوجيا الخضراء الذي تقدم فيه دول مثل الصين والولايات المتحدة الإعانات. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسلو فون دير لاين، شدد رئيس الوزراء السويدي على ضرورة بدء نقاش حقيقي حول جذب مزيد من الشركات إلى البلاد. شهد الناتج الاقتصادي الألماني جمودا في الربع الأخير من 2022، ونما بنسبة 1.9% في العام بأكمله، مما يعطي مؤشرا جديدا على أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تفادى الركود خلال فصل الشتاء على الأقل. ويزيد الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بنسبة 7% عما كان عليه في 2019، وهو العام السابق على اندلاع جائحة كورونا. ونزل التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه مستجدات ساحة المال والأعمال، لكن أعود ألتقي بحضراتكم بعد قليل في نظرة على أخبار الرياضة. والآن من جديد إلى كريمة. إليك.
شكرا لك حنان على هذه القراءة في أخبار الاقتصاد. نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا أخبارنا، حيث أدانت بريطانيا إعدام إيران للمسؤول السابق في وزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، وفرضت مؤكدة أن هذه الخطوة لن تمر دون رد. وكانت لندن قد سبق أن طالبت بوقف تنفيذ الحكم معتبرة أنه ذا دوافع سياسية. نفذ القضاء الإيراني حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري بعد 3 أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها. وذكرت السلطات الإيرانية أن إعدام أكبري جاء بناء على إدانته بالإضرار بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخباراتية. وقد خرجت قضية أكبري إلى الضوء هذا الأسبوع مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير الجاري عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس، مما أثار انتقاد لندن التي طالبت بوقف تنفيذه معتبرة أنه ذا دوافع سياسية. كما ضمت واشنطن صوتها إلى المملكة المتحدة واعتبرت أن التهم المواجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام له دوافع سياسية وسيكون إعدامه غير مقبول. وقد نشر الإعلام الرسمي الإيراني تفاصيل متعلقة بأكبري مشيرا إلى أنه شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن فضلا عن شغله منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية ومستشار لقائد القوات البحرية ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة إلى عمله في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي. يأتي إعدام أكبري في وقت تشهد فيه طهران احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي إثر اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة بالزي في البلاد. وقد أعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تم تنفيذ 4 منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن وسط ولاية كاليفورنيا معرض لخطر فيضانات كارثية نهاية هذا الأسبوع. نتابع. فيضانات كارثية تتعرض لها ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ عدة أيام، في وقت ضربت فيه عاصفة هي الثامنة على التوالي أراضي الولاية التي باتت مغمورة بالمياه وفقدت القدرة على امتصاص المزيد من مياه الأمطار. خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من أن وادي ساليانس بكامله سيشهد فيضانات كارثية، وأن المدينة التي تحمل الاسم نفسها أصبحت بكاملها معرضة لخطر الفيضانات، فيما صدر التوقعات بأن معظم مناطق كاستروفيل ستتعرض للغرق، وأن كل الطرق القريبة من نهر ساليانس ستغمرها المياه، بجانب أكثر من 36,000 هكتار من الأراضي الزراعية. وتوقعت الأرصاد الأمريكية أن تتعرض كل البنى التحتية والطرق والمنازل لخطر حدوث أضرار جسيمة. وتلقت نواحٍ عدة في ولاية كاليفورنيا أوامر بالإخلاء، فيما أصبحت شبه جزيرة مونتري مهددة بالانقطاع عن العالم إذا تسببت المياه بقطع الطرق، حيث يتوقع مسؤولو شبه الجزيرة أن يجد السكان أنفسهم معزولين لمدة 2 أو 3. وتشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية، وأودت سلسلة من العواصف بحياة نحو 20 شخصا على الأقل وفقا للسلطات بسبب فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي وتساقط الأشجار. متواصلون معكم في نشرتنا الإخبارية، نتابع بعد أخبارنا الرياضية. الصين تعلن وفاة 60,000 حالة بكوفيد-19 في أعقاب رفع التدابير الصحية.
تضمنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60,000 حالة وفاة تقريبا بكوفيد 19 خلال 5 أسابيع فقط. تعد هذه أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد 19 تتحدث عنها الحكومة الصينية منذ رفع التدابير الصحية فجأة مطلع ديسمبر الماضي. ومن المتوقع أن تتزايد أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية. ختام بانوراما رابعة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستعرض نشاط صندوق تحيا مصر ويوجه باستمرار مساهمته لدعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية. خلال جولته في محافظة شمال سيناء، مدبولي يؤكد على وجود توجيهات رئاسية لتنمية المحافظة من خلال مسار تنموي متكامل. انفجارات تهز كييف وقصف للبنى التحتية الرئيسية وشكوك حول مصير سوليدار. وأنا عدت إيجي موقعنا الإلكتروني للمزيد من التفاصيل. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة. إلى اللقاء.